ومن إدارة العمليات برئاسة الأمن العام أكد النقيب فيصل كعبي أن إدارة العمليات تقوم بجهود مكثفة للتعامل مع تداعيات الأمطار، وذلك من خلال التنسيق مع مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع. تقوم إدارة العمليات برئاسة الأمن العام بجهود مكثفة للتعامل مع تداعيات الأمطار، وذلك من خلال التنسيق مع مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع والدفاع المدني والمرور باتخاذ إجراءات من أجل تقديم المساعدة للمواطنين والمقيمين والزوار واتخاذ ما يلزم بخصوص البلاغات ذات العلاقة. وقد تلقت غرفة العمليات الرئيسية حوالي 35 بلاغ تتراوح بين الحوادث البسيطة وتعطل المركبات، كما تدعو غرفة العمليات الرئيسية المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإرشادات الوقائية أثناء فترة هطول الأمطار، وعدم التردد في طلب المساعدة عن طريق الاتصال على خط الطوارئ 999. تدعو الإدارة العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإرشادات السلامة عند عدم استقرار الأحوال الجوية وهطول الأمطار ووصولها إلى داخل المنزل، حيث يجب نقل الحاجيات الضرورية إلى الطابق العلوي وقطع التيار الكهربائي عن المنزل، عدم التعامل مع الأدوات والأجهزة الكهربائية المبللة، استخدام المصابيح التي تعمل بالبطارية، والإبلاغ فورا عن خطوط الكهرباء والماء المعطلة، تجنب الوقوف بالقرب من مصادر الكهرباء. للمساعدة اتصل برقم الطوارئ 999، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.